الثقافية كتميز باستمرار نفس التحديات ونفس الأسئلة اللي واجهت البلد منذ المصادقة على الدستور الجديد. احنا كنلاحظوا بأن البلد مع كامل الأسف لا تزال تراوح لمكان ديالها، وما زلنا لم نستفيد بعض من الإمكانات الهائلة التي يتيحها الدستور الجديد. وكنعتقد بأن التحديات لواجهة البلد في تفاقم، سواء منها تلك التي تتعلق بقضية إحياء الوطن والمصالح العليا للبلد، سواء منها التي تتعلق بورش استكمال حلقات البناء للمؤسسات الديمقراطية في البلد، وأساسا ما يتعلق بتصعيد وتنزيل الدستور. إذا ستكون أحد من أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال هذا الدورة هي البحث عن جواب لسؤال مهم، هو ما هي الأسباب التي حالت وتحول دون الاستفادة القصوى من الإمكانات الواعدة ومن الآفاق الواعدة التي أتاحها الدستور الجديد. وأعتقد أنه من تبسيط الأمور لا يجوز اختزال هذه الأسباب كلها في جانب المتعلق بعجز الحكومة الفاضح حتى الآن في استثمار الإمكانات التي تتاحها الدستور. من التبسيط كذلك أن نحمل كامل مسؤولية الحكومة، نعم الحكومة مسؤولية ديالها ثابتة في هذا المجال، ولكن أعتقد بأن الأسئلة المتعلقة بمساعدة الفاعلين الآخرين مطروحة، ومن هذه الزاوية سيكون مطلوب على المجلس الوطني أن يبحث كذلك وأن يقيم أداء ديال الحزب في مختلف واجهات العمل. كان الطموح ديالنا على الدوام منذ تأسيس حزب الأسرى والمعاصرة هو أن نبني أداة حزبية عصرية ديمقراطية قادرة على الإسهام الفاعل والإيجابي من أجل توطيد وإطراء بناء الديمقراطية في البلد. كان الطموح ديالنا ولا يزال هو أن نبني حزبا قويا قادرا على مواكبة أوراق الديناميات الإصلاحية المطروحة على أجندة البلد. سيكون كذلك من ضمن القضايا الجوهرية هو تقييم الأداء ديالنا كحزب إفطار عن قناعة أن يتوقع في المعارضة، ونحن نستشعر بأن ربما الوقت الآن أصبح يضغط باتجاه إعادة طرح الأسئلة المتعلقة بنجاعة المعارضة. نحن نطمح إلى ممارسة معارضة ذات مصداقية، معارضة تمتلك قدرة على الإقناع، معارضة تمتلك القدرة على التميز عن يعني وأن تبتعد عن الشعبوية الرائجة في الساحة السياسية الوطنية. طموحنا هو أن نمتلك القدرة على تقديم البدائل وعلى تطوير قوتنا الاقتراحية، لأن البلد في أمس الحاجة إلى فاعلين حزبيين يستشعرون على الدوام مسؤوليتهم الوطنية ويمتلكون ما يكفي من الجرأة لكي يعني يثمنوا، يمتلكوا جرأة تثمين الإصلاحات الإيجابية التي قد تنجز، ويمتلكون كذلك القدرة على إثارة انتباه كل ما تعلق الأمر بتقاعس في تنزيل الدستور، كلما تعلق الأمر بتقاعس في تقديم الأجوبة على الانتظارات الكبيرة للمواطنين اللي مع الأسف اليوم نعتقد بأن أملهم يخيب تدريجيا في الشعارات البراقة التي رفعها الحزب الذي يقود الحكومة يوم كان يخوض حملته الانتخابية.